هي أيضا تبحث في شوارع المدينة المحاصرة عن الغذاء، فهنا لا يجوع الإنسان فقط بل تتشارك معهم الحيوانات. شوارع تعز لا تخلو من الحركة حتى في ظل محاصرة الموت لأهلها. تقاوم هذه المدينة بطريقتها الخاصة وبكل ما فيها، فكلما ازدادت أعداد الرصاص والقذائف على منازل المواطنين تمسكوهم أكثر بحقهم في البقاء على قيد الحياة، وإن كان الموت الأقرب إليهم. والله عايشين كذا بالبركة، يعني ما احنا ضامنين أعمارنا بين حياة وموت، قاعدين كذا متوكلين على البركة وعايشين إلا بالبركة. ما انت ضامن عمرك انك تخرج من البيت عايش او ميت. العمل للحصول على قوت يكفيهم حتى ليوم واحد فقط سبب اخر يدفع المواطنين للخروج للشارع، بل هو الاهم. سوق سوداء لبيع المشتقات النفطية تزدهر هنا، اضطر البعض لبيعه والبعض الاخر لشرائه. بعد غياب تلك الاسواق المليئة بالمنتجات والمصنوعات المختلفة المختفية من المدينة بسبب الحصار الخانق، الشعب جوع، الشعب خرج ينظف شوارع عشان لقمة العيش، خرجوا يبيعوا بترول، الذي عنده شهادات واللي عنده كذا خرجوا كلهم الشارع يطلبوا الله عشان لقمة العيش لأنهم جوعوا. ورقة مساومة لا معركة حسم، هكذا أصبحت تعز كما يقول أهلها. يشتكي المواطنون كثيرا ظروفهم الصعبة والقاسية التي يعيشونها. يعني الوضع الأمنية متردية والمعيشة متردية، كل شيء متردي. يعني الراتب 30,000 والدب الغاز ب10,000. رغم كل ما يحدث في تعز، ما يزال هناك من يتحدى الظروف والموت معا، حتى حينما تبدو المدينة فارغة من فرص الحياة الطبيعية. يغيب كل شيء في هذه المدينة ويبقى عالم الجمهورية صامدا فيها.